بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، باعث الرسالة المستمع عبيد محمد. الأخ عبيد يقول: قرأت في كتاب الروح لابن القيم أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، مستدلا على ذلك على التقاء أرواح الأحياء والأموات، إذ أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل، وربما أخبره بحال أو بمآل دفن الميت في مكان لم يعلم به سوى، وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهد وأدلة. افتوني حول هذا الموضوع إذ أشكل علي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أحوال الميت من أحوال البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأمر الرؤيا أمر عجيب وواقع، ويمكن أن يرى الحي الميت في الرؤيا، وأن يحصل بينهما كلام وتوصيات وأشياء عجيبة. هذا من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. قد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأن معناها تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام، وما يحصل بينها من محادثات ومن مخابرات من نوع ما ذكره ابن القيم في هذا الكتاب. وعلى كل حال، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع حكمته سبحانه وتعالى، وهو شيء واقع، فإن بعض الأحياء يرى بعض الأموات في المنام كما ذكر ابن القيم وغيره، ويوصيه بأشياء ويخبره عن أشياء، فإذا بحث عنها وجدت كما قال هذا الميت لأخيه الحي أو لقريبه الحي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ميم ميم عين بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تسأل وتقول: ما حكم الكذب على الزوجة وفي أي حالة يجوز؟ الأصل أن الكذب لا يجوز، وأنه من كبائر الذنوب، وهو من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد قدر، وإذا خاصم فجر. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يجرئ بعضه على بعض ويهون بعضه بعضا، والله تعالى يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الأصل أن الكذب لا يجوز، وإنما يستثنى منه ما كانت مصلحته أرجح من مضرته، لا ترتب عليه مصلحة أرجح رخص فيه، كما جاء في الحديث ترخيص الكذب في ثلاث مسائل أو ثلاث أحوال. المسألة الأولى: الكذب لإصلاح ذات البين، يعني يكون بين اثنين أو بين جماعة وجماعة شيء من الاختلاف والنزاع وسوء التفاهم والبغضاء، فيأتي من يريد الإصلاح
فيكذب على أحد الطرفين بأن الآخر يثني عليه ويحبه ويريد الصلح معه من أجل أن يلين قلبه ومن أجل أن يقرب من أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل ذلك حتى يقرب بين الطرفين ويجمع بينهما بالصلح وإزالة الضغن والأحقاد. فهذا يجوز فيه الكذب من أجل المصلحة الراجحة. الحالة الثانية الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة لما في ذلك من المصلحة لمنفعة المسلمين والانتصار على عدوهم. المسألة الثالثة فيما بين الزوجين بعضهما مع بعض، فيكذب الزوج على زوجته من أجل صلاح العشرة إذا كان بينهما شيء من الاختلاف، وكذلك الزوجة إذا رأت من زوجها شيئا من النفور ومن الابتعاد وكذبت عليه من أجل إصلاح ما بينهما جاز هذا لأن فيه مصلحة راجحة. وفيما عدا هذه الأحوال الثلاث لا يجوز الكذب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا من اليمن لها قضايا أخرى كما أسلفت، فتقول في قضية أخرى لها إن عندهم جارة تسكن في بيتها وتصفها بأنها تاركة للصلاة وأيضا كثيرة الجدل إذا ما نصحت. تقول في النهاية: هل يجوز أن تبقى في منزلنا وحالها ما وصفت؟ وكيف نعاملها إذا بقيت؟ وهل يجوز ذكر أعمالها السيئة أم هذه غيبة ونميمة؟ أرجو نصحي مما علمكم الله، جزاكم الله خيرا. الواجب الإصلاح والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجوز السكوت عن هذه المرأة التي لا تصلي ولا تحافظ على فرائض الله، ولا تجوز مجالستها ومخالطتها إلا مع النصيحة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يرجى صلاحها واستقامتها. أما إن أصرت ولم تقبل النصيحة فالواجب الابتعاد عنها وإخراجها من البيت لئلا تفسد من فيه من النساء والذرية ممن يقتدون بها. الواجب الابتعاد عنها إذا لم تجد فيها النصيحة ولم تؤثر فيها، وعدم مجالستها ومخالطتها والسكوت عنها، لأن هذا إقرار لمنكر، ولأن في بقائها ومجالستها تأثيرا على من يخالطها ويجالسها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: لي زوج صالح والحمد لله، وإذا أتعبني إنسان وجرى لي شيء أخبره حتى يقوم بنصحي إذا عوجت، وارتاح حين أشكو له همومي اليومية وهو يقول لي: أنا صندوق، بمعنى لن يخرج مني أي كلمة مما تقولين. وفعلا إلى الآن قد عشنا 10 سنين ولم يعمل إلا كل ما يسرني ويرضي الله عنه وعني والحمد لله. وأسئلتي كالتالي: هل أنا غلطان فيما أعمل إذا شكوت إليه؟ هل ذلك يعد من الغيبة والنميمة أن أشكو له أعمال الناس التي تضايقني؟ هل يجوز للمرأة ألا تخفي عن زوجها شيئا؟ وجهوني حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. أولا تكمل للإجابة عن السؤال الذي قبل هذا، وهو ما ذكرت: هل يجوز الكلام في هذه المرأة يعني وهي غائبة؟ فإذا كان وراء هذا مصلحة يعني يتكلم مع من يؤثر عليها وينصحها فهذا شيء طيب ولا مانع منه. أما إذا كان لغير مصلحة فإنه لا يجوز الكلام في الإنسان الغائب بما يكره. وأما ما ذكرته السائلة من أنها تذكر أشياء مما يضايقها لزوجها أو لغيره ممن تثق به وممن له رأي ومشورة طيبة، تذكر له الأشياء التي تضايقها من أجل أن يساعدها على حلها وعلى إزالة ما في نفسها، فلا مانع من ذلك أن تذكر هذه الأشياء لمن ترجو عنده الحل لهذه المشاكل. وهذا من باب المشورة ومن باب التعاون على البر والتقوى، ما دام أن هذا الذي تفضي إليه بهذه الأمور ما دام أنه ثقة وأن عنده رأي سديد وتجربة ناجحة وقد جربت الاستفادة من وراء ذلك، فهذا شيء طيب ومفيد ولعله يذهب ما يضايقها وما تتحسس به من هذه العوارض والمشكلات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسئلتها المتفرعة عن هذا الموضوع شخصان، هل تكلمتم؟ هل للمرأة أن تخفي شيئا عن زوجها
أم تبوح له بكل شيء؟ تخفي عنه ما لا مصلحة في إبدائه وتبوح له بما في إبدائه مصلحة ومنفعة. فهي لا تفضي إليه بكل شيء ولا تمنع عنه كل شيء، وإنما هذا بحسب المصلحة. جزاكم الله خيرا. تقول: أحيانا أحلف على يمين وأرى الذي هو خير فأتيه وتكون علي كفارة، فكيف تكون الكفارة بالعملة اليمنية؟ وهل تدفع دفعة واحدة؟ وأنا حين يكون علي كفارة أخرج دائما مبلغا من المال وأقول هذا كفارة لما علي من الأيمان، لا أدفعه دفعة واحدة، فهل هذا يجوز؟ أما ما ذكرته من أنها إذا حلفت على يمين ورأت أن مخالفتها خير من الاستمرار معها، هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أما فعلته من هذا، هذا أمر مستحب ومشروع بالكتاب والسنة. وأما إخراج كفارة اليمين من العملة يعني من النقود، فهذا لا يجزي، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام، قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأمور الثلاثة مخير بينها، وليس فيها إخراج نقود، وإنما فيها إما عتق رقبة، وإما إطعام 10 مساكين، وإما كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، ولا يجزي فيها إخراج النقود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا تفعل فيما قدمت في بداية الأمر شيخ صالح؟ إذا كانت قدمت النقود فإنها لا تبرئ ذمتها، اللهم استعان، فعليها أن تخرج طعاما أو كسوة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. كيف يكون الإطعام لو تكرمتم شيخ صالح؟ تدفع لكل فقير مقدار 1.5 كيلو من الطعام. طيب هذا إذا أطعمت، وإن أخرجت كسوة فإنها تخرج لكل مسكين ثوب من اللباس المعروف، جزاكم الله، إما قميص وإما إزار ورداء إذا كانوا ممن يلبس هذا اللباس. الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك أشخاص تتأذى منهم الزوجة في المنزل، هل يجوز للزوج عزلهم في منزل آخر إذا طلبت منه ذلك، أم تصبر على أذاهم؟ وهل للمرأة حق ألا يدخل بيتها من تكره كما للرجل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن المرأة لها حق السكنة الملائمة على الزوج، قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. المرأة لها السكنة الملائمة واللائقة بها، ويدفع عنها الأذى. إذا كانت تتأذى من شيء في منزلها ومسكنها يجب على الزوج إزالته، وأن تكون في مسكن مريح، هذا من حقها أن تطالب به. وإذا صبرت على الشيء الذي ليس بمحرم فلا، فهذا طيب، الصبر طيب، لأنه أدعى للعشرة والتسامح مرغب فيه، إلا فيما حرم الله. إذا كان هذا الذي تتأذى منه مما حرم الله، كأن يؤذوها بالكلام السيء والسب والشتم، أو أنهم يحاولون الاطلاع على شيء من زينتها أو مما حرم الله، فإن هذا لا يجوز الصبر عليه، هذا من المنكر، يجب عليها أن تمتنع من ذلك وأن تعمل على إزالته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية المستمع محمود شعبان عبد الحفيظ سيد رسالة وضمنها قضيتين. القضية الأولى يقول فيها: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وهذا القبر يوجد وراء فاصل القبلة مباشرة، ولا يفصل بين المسجد والقبر سوى حائط القبلة بطول المسجد كله، مع ملاحظة أن القبر بني أولا ولم يبنى المسجد تعظيما للقبر، بل لأن ما وراء القبر كان أرضا فلا. حاولت الصلاة في مسجد آخر أبعد منه قليلا ولكني لم أستطع، فعدت إلى ذلك المسجد. وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا كان المسجد بني من أجل هذا القبر تقرب إليه، كما يوجد في بعض البلاد من البناء على القبور والأضرحة من أجل التقرب إلى الأموات والاستغاثة بهم وما أشبه ذلك مما يفعله القبوريون، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنه مسجد بني على قبر، ولو كان يفصل القبر عن المسجد جاء
جدار، ما دام أن المسجد بني بجوار القبر من أجل الاعتقاد في هذا القبر وأنه ينفع ويضر، فإن هذا المسجد لا يجوز بقاؤه ولا تجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه وإبعاده عن القبر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأن هذا من أعظم وسائل الشرك. وأما إذا كان المسجد بني من غير قصد للقبر، والقبر كان موجودا من قبل ومحاط بسور، وبني المسجد قريبا منه لا بقصد الاعتقاد ولا ارتباط للمسجد بالقبر بوجه من الوجوه، فهذا الأحسن والأفضل أن يبعد المسجد عن القبر، لأن هذا يوجد شبهة ولو على المدى البعيد. فمهما أمكن إبعاد المساجد عن القبور فإن هذا أمر واجب، ولكن ليس هو كالحالة الأولى، إذا صلى فيه مصل والمسجد لم يبنى من أجل القبر فصلاته صحيحة، لكن يجب أن يبعد المسجد عن القبر وأن يجعل بينهما طريق أو شيء عازل للمسجد عن القبر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تزوجت امرأة من ابن عمها، ولكن ابن عمها كان قد رضع مع عمها الأصغر، فصار زوجها عما لها من الرضاعة. وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ماذا أفعل؟ فأنا في حيرة من أمري. السؤال: تزوجت امرأة من ابن عمها، ولكن ابن عمها كان قد رضع مع عمها الأصغر، فصار زوجها عما لها من الرضاع. وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ماذا أفعل؟ فأنا في حيرة من أمري. إذا ثبت هذا وأن زوجها رضع من جدتها أو من زوجة جدها، ولو لم يكن من جدتها وإنما هو من زوجة جدها أبي أبيها، فإنه يكون عما لها من الرضاع. إذا ثبت أنه رضع خمس رضعات معلومات في الحولين فإنه يكون عما لها من الرضاع، فلا يجوز لها البقاء معه بعدما تبين هذا الرضاع وثبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن يرجع في هذا إلى القاضي من أجل أن يستقصي الأمور حول هذا الرضاع، فإذا ثبت لديه الرضاع المحرم فإنه يجب التفريق بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محبكم في الله السوداني، كان عندي مصحف وكنت شغال في الغنم ونسيته في مكان الأغنام، أكلت منه حوالي 10 ورقات، والآن الباقي عندي، ماذا أفعل به؟ وهل أكون في ذلك آثما؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما الإثم فلا تأثم إذا لم تفرط، وإنما نسيته وأكلت منه الأغنام بدون أن تفرط أو تتهاون فإنك لا تأثم في هذا، ولكن ينبغي العناية بالمصحف الشريف وبصيانته وحفظه. وأما ما بقي من المصحف إذا كان ينتفع به ويقرأ منه فإنه ينتفع به، وإما أن تقرأ به أنت أو تضعه في مسجد أو تهبه لمن يقرأ به ولو لم يكن كاملا، ولو بقي فيه سور أو أجزاء ما دام يمكن الانتفاع به وقراءته فإنه ينتفع به. أما إذا تمزق وصار لا ينتفع به فإنه يجب إما أن يدفن في مكان طاهر أو يحرق حتى لا يعرض للإهانة، والابتذال، إما أن يدفن في مكان طاهر وإما أن يحرق صيانة له عن الامتهان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرسلت مع أحد الإخوان فلوس وبعت عليه الفلوس السعودية بعملة سودانية، ولما عرفت كمية المبلغ بالفلوس السودانية قلت له: اشتري لي سيارة من السودان بهذا المبلغ، ولم أستلم منه المبلغ، فهل هذا البيع فيه ربا؟ بيع النقود بالنقود يسمى مصارفة، كالريالات السعودية بالنقود السودانية أو غيرها يسمى مصارفة، يشترط فيه التقابض في مجلس العقد لئلا يتفرق وبينهما شيء. فإذا كنت دفعت له العملة السعودية واستلمت العملة السودانية ثم إنك أعطيته العملة السودانية بعدما قبضتها وأمرته أن يشتري بها سيارة لك، فهذا من باب التوكيل ولا مانع منه. أما إذا كنت دفعت له العملة السعودية وقلت له: البديل الذي هو العملة السودانية تشتري به لي سيارة وأنت لم تقبضها منه، فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. أعرفكم بأنني عندما سافرت من السودان ذهبت إلى أحد الأقارب وهو رجل حافظ للقرآن،
فقلت له إني مسافر فادعو الله أن يسهل لي الأمور. فأعطاني ورقة وقال لي خذ هذه الورقة وأنا لا أعلم ما فيها، فهل في ذلك شيء؟ هذا فيه اشتباه، لأن هذه الورقة ما ندري ماذا فيها، وإذا كان دفعها لك من أجل الحفظ أنها تحفظك من المكروه أو أنها، فهذا فيه اشتباه عظيم، ونخشى أن يكون قد كتب فيها ما لا يجوز اعتقاده ولا كتابته ولا حمله، وأن يكون هذا من الحروز والحجب الشركية. على كل حال حمل هذه الورقة لا يجوز، حتى ولو كانت من القرآن ومن الأدعية، حمل الأوراق على أنها حروز وعلى أنها حجب لا يجوز ولو كانت من القرآن. أما إذا كانت من الأدعية الشركية أو من كلام الكفر فهذا أشد تحريما وأعظم إثما، لأنه يفسد العقيدة. فعلى كل حال حمل الأوراق من أجل الحفظ ودفع المكروه أو شفاء المرض كل هذا أمر لا يجوز. ويكفي لو أنه دعا لك كما طلبت منه، لو أنه دعا لك بالسلامة والعافية والحفظ من الله سبحانه وتعالى فهذا هو السنة. أما إعطاؤك الأوراق فهذا من باب استعمال الحجوب كما ذكرنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. انصحونا لو تكرمتم فيما يخص زيارة القبور، هل المقصود المهاجرة إليها ولا سيما إذا كان المقبور من القرابة، أو أنه من ناحية التبرك؟ جزاكم الله خيرا. زيارة القبور مستحبة بشروط. الشرط الأول ألا تكون بسفر، يعني يسافر من أجل زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة لا تجوز إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة، لا للقبور ولا لغيرها. الشرط الثاني أن يكون قصد الزائر هو الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى. أما إن كان القصد منها التبرك بالقبور أو الاستغاثة بالموتى فهذه زيارة محرمة شركية لا تجوز، لا بسفر ولا بدون سفر. الشرط الثالث أن تكون هذه الزيارة للرجال فقط، أما النساء فإنها لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النساء لا تزور القبور، وإنما هذا من اختصاص أو من خصائص الرجال. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فزيارة القبور زيارة شرعية فيها أجر من الله سبحانه وتعالى، وفيها نفع للأحياء والأموات. الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء لهم، والأحياء يستفيدون من الاتعاظ وتذكر الآخرة، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.